إذن بداية أستاذ، بصفقة قدرت ب 44 مليار دولار أغنى رجل في العالم إيلون ماسك يشتري التويتر. بداية، ما هو تعليقكم على هذه الصفقة، خاصة أنه اليوم بدأ عهد جديد بتويتر؟ صراحة الترمينولوجي اللي استعملتيها عهد جديد بتويتر رائعة، لأنه فعلا اليوم عم ننتقل من شركة وفي بورد بهيدي الشركة، في كذا شخص يمكن بياخد القرارات بيقرر السياسة وهيك، لشخص واحد بيملك بلاتفورم يستعملوها الملايين بالعالم ليعبروا عن رأيهم. دجا قطعت على هيدا البلاتفورم كذا عواصف لها علاقة بحرية التعبير، ويمكن أبرز مشكلة كانت مع ترامب، بس كمان في مشاكل كتيرة قطعوا فيها مؤثرين كتير وانفلونسرز عندهم حسابات كبيرة وتسكرت بسبب تعبيرهم عن رأيهم. اليوم إيلون ماسك وقت استحوذ على هيدي الشركة، هي كل الفكرة بلشت بأنه أحد ال يعني اذا بدنا نقول احد السكيورتي ريجوليترز بامريكا قال انه لازم ينحد، بما معنى انه لازم ينحط حد للتويتس تبع ايلون ماسك، وهي هيدي الشراره اللي بلشت واللي فكر من وراها وتركبت الامور لانتهت بانه اشترى تويتر. طيب أستاذ، من أهم الأسئلة التي يبحث عنها اليوم المستخدمين أو اليوزرز هو كيف ينوي ماسك تغيير الموقع؟ صحيح، اليوم إيلون ماسك عم بيقول انه رح يزيد حرية التعبير، وهو بيقول انه وقت رح يزيد حرية التعبير يعني لازم انتو تكبروا السكيل قد بتقدروا تتحملوا انتقادات، مش انه رح يصغر حرية التعبير على قد مشاعر العالم. هلا هيدا سيف ذو حدين، لانه اليوم اذا يعني مع الحرية المطلقة للتعبير يلي عم بيفكر هو يتبناها، يعني ما بعرف إذا بيقدر يلقط التنمر أو إذا بيقدر يلقط الحملات اللي عم بتصير مثلاً على الأشخاص، أو إذا هيدا كمان بيعتبرها ضمن حرية التعبير. دونك هيدا كمان عليها question mark كتير كبيرة، كيف رح يقدر تكنيكلي أنه يوقفها. تاني شغلة هو كان عم بيفكر فيها، أنه اليوم في عنا مشكلة الفيك فولوورز على تويتر يلي عم بتعاني منها المنصة كانت لسنين من الوقت. طيب أستاذ، في هذا السياق أيضا أنه إيلون ماسك أيضا تعرض ربما لفيك أكاونت، وكان في هناك أكاونتات عديدة باسمه يعني وأخذت شخصيته. صحيح، اليوم الفيك اكاونت مشكله كبيره، لانه اليوم في انتحال صفه شخص ثاني بفيك اكاونت ويلي هو صار معه. هلا صحيح انه يلي بده يعمل فيك اكاونت على ايلون ماسك هو عنده 80 مليون سبسكرايبرز وهيك فولورز وكذا، يعني صعب الانسان يقدر شوي ينتحل له شخصيته، بس اليوم اذا انا بدي اعمل مثلا تنقول 3000 فيك اكاونت وروج راي ما بمنطقه ما او اخلق خلافات بين دو بارتي بوليتيك بوش بعضهم، دونك هيدي بدها تكون مزعجه وبتقدر تاثر. هو عم بيقول انه بده يحارب هيدا النقطه. هلا الفضيل كمان انه بالعالم العربي او بالعالم ان جنرال في بعض الانظمه ما عندها سقف حريه التعبير كثير عالي، مما بيضطروا العالم انهم يعملوا فيك اكونت تيقدروا يعبروا عن رايهم. دونك هيدي اذا ما رح يحسب لها حساب معقول تاذي اليوزرز يعني هن موجودين هون. طيب كانت هناك أيضا تغريدات سابقة لماسك حول حرية التعبير وغيرها، يعني برأيكم أن أستاذ، هل ترى أن التطبيق سيكون له حرية أكثر أم تقييد أكثر؟ صراحة رح يكون له حرية أكثر، بس اليوم يعني إذا مثلا إذا هو بيؤمن بحرية التعبير رح يكبر حرية التعبير، لنهار يلي هو بغير رأيه بما أنه صارت الشركة ملكه لإله، في يوقف كل شيء، في يطفي الشركة ويفل على البيت ويروحوا كل اليوزرز معه، في يقول مثلا اذا حدا تعرض له وتضايق منه في يقرر انه بطل بده حريه التعبير ويسكر له الاكونت. هي كان في هيدا التخوف انه اليوم في انسان واحد معه كل هيدا البلاتفورم، وفي لا في يكون انسان انه عن جد بيؤمن بحريه التعبير ويفتح، رح نقول يفتح سقف الحريه للكل، يعني يعلي السقف للجميع. طيب ربما ساتدخل في هذا النقاش، اريد ان اسالك سيد جوماليا الباشا، موقع تويتر اليوم لم يعد موقع للتعارف والشات فقط، إنما موقع رسمي يغرد فيه رؤساء جمهوريات، وزراء خارجية، مسؤولي شركات، أصبح يصنع الفارق في الاقتصاد وفي السياسة وفي غيره. طيب هل من ضمانات أن تويتر ستبقى في سياساتها على الأقل تجاه هذه المؤسسات؟
بصراحة ما في ضمانات، وهو له فترة عم بيغرد قصص ايلون ماسك، بما معنى انه ما رح يقدم ضمانات انه هو مع الحرية ان جنرال، رح يفتح اكثر، يعني رح يفتح اكثر، يكون العالم مرتاحين شو بدهم يحطوا وشو بدهم ينزلوا وكذا، دونك رح بيعلي السقف كثير. بس ما في ضمانات اليوم اذا هو تغيرت سياسته، ليتس سي صار ضد فريق معين، انه ما بقى في ضمانات، يعني في شينون مين بده لانه يجي يحاسب هيدي فريق تويتر شركته. تدخل في العديد من الانتخابات وقلب الكفة في الكثير من المرات لصالح مرشح دون الآخر، فبالتالي فيه استخدامات سياسية غير بريئة لهذا الموقع. هل نتوقع ربما تغير في هذه الأمور أم ستبقى صحيح. على حالها؟ صحيح في تدخل عم بيصير، بس ان فات مش انه اذا بدنا نقول من تويتر بالتحديد، غير القصص اللي سربت عنا اليوم، اذا ما بدنا يعني نكون قاعدين بتويتر ونتدخل بدوله، فينا نعمل 5000 مثلا تنقول فيك اكونت بكلفه شويه دولارات، وبنقدر نخلق مشكله وبنخلي العالم تتخانق بين بعضهم. يعني فينا نحكي اذا بدكم عن لبنان، اليوم جاي الانتخابات النيابيه عنا، وفي كثير من الاحزاب او من الجهات عم بيزرعوا عبر فيك اكونتس مشاكل بين حزبين بيكونوا هن اصحاب، بيزرعوا مشاكل بيناتهم وبتنجر العالم، وبيصير في خلاف على عبر السوشيال ميديا على شيء هو اصلا بلش فيك، وبصير العالم اكشلي يقتنعوا فيها. دونك هيدي كيف بده يوقفها ايلون ماسك صعب كثير. يعني هن اللي قبله مع سقف حريه رح نسميه معتدل ما قدروا يوقفوها، كيف هو اذا بده يعلي سقف الحريه اكثر ما بعرف كيف بده يقدر يلقطهم. طيب بعد استحواذ العملاق او اغنى رجل بالعالم على شركه مقابل 44 مليار دولار، مسؤولون في الاتحاد الاوروبي وناشطون سارعوا في مجال الحقوق الرقميه الى التاكيد ان التركيز على حريه التعبير على حساب امان اليوزرز على المنصه لن ينجح. ايضا الرئيس بايدن هو الاخر قلق نوعا ما بشان قوه منصات التواصل الاجتماعي العملاقه، كما اكد مواصله العمل من اجل الغاء القانون 230 الذي يحمي شركات الانترنت من المحاسبة على المحتوى الذي ينشره المستخدمون. يعني أستاذ، هل ترى أن هذه المخاوف حقيقية؟ هيدي المخاوف صراحة حقيقية، بس يعني ممكن تكون ديكتاتورية بنفس الوقت. يعني اليوم إذا بدي أجي أنا عند شركة تويتر حاسبها، لأنه في 50 60 70 شخص عم بينزلوا كونتنت، وهي مش أنا يعني لو عندها 10 أكاونت بتوظف واحد شغلته كل النهار يطلع على هودي الأكاونتات وشو عم بينزلوا، بس اليوم هي عندها مليارات من المستخدمين أو الملايين من المستخدمين، دونك كيف بدها يعني اذا بتقعد مليون انسان يراقبوا هودي الملايين انه ما رح تأدي، والالغوريتمات بعدها ما متطوره لدرجه تقدر تلقط كل شيء. انا بحس هيدي فيها نوع من التحكم الزايد يلي عبالها الحكومات تعمله بالعالم، يعني بابا قدرانين يعملون بالناس ديركتومون، فبيروحوا على هودي الشركات. اليوم اذا ايلون ماسك عنده اياها هيدي لحاله، دونك رح يجربوا انه يضغطوا عليه، بس انه هو اغنى رجل بالعالم، يعني رجل متحكم مفروض، يعني عنده الكونكشنز تبعيته هيك، يعني بيقدر يحمي حاله، خاصة من بعد ما غرد وقال انه انا رح خلي حرية التعبير تكون على قد القوانين اللي موجودة. فاذا ما على بالكم انه تكون هالقد حرية التعبير عالية، روحوا غيروا القوانين وانا برجع بغير ليفل حرية التعبير. عم بيلعبها ذكية. طيب انا اعتقد انه مروى ايلون ماسك هو رجل اقتصاد، ولا تهمه لا سريه لا حريه ولا سياسه ولا غيره. اكيد الصفقه مربحه لايلون ماسك. خلينا نتحدث عن الجانب السياسي في الامر. تويتر ربما كان عنده ازدواجيه كبيره في العديد من القضايا. خلينا نتحدث على سبيل المثال للحصر عن اوكرانيا وفلسطين، لاحظنا انه فيه ازدواجيه في التعامل مع الموضوع. هل نتوقع أن يواصل إيلون ماسك ازدواجيته في الأمر في التعامل مع مختلف القضايا؟ هلا الفضيل انه بين اوكرانيا وفلسطين، يعني المجتمع كله سوا اللي قاعد بهيديك الميله من الكوكب عنده ازدواجيه بهذا الموضوع، او انه اذا مش كل المجتمع انه الاغلبيه، لانه الاغلبيه الماركتينج بارت انه انا يعني ما رح يتعاطف مع فلسطين او ما بيعرف عن القضيه تبعيتهم او هيك، فيرسز انه هيديك هلا عم بتصير، ويعني والماركتينج كانت تبع انه هيك كثير تعاطف واخبار. معك حق، يعني اليوم هو ثقافته شو رح يعمل ثقافته بشركته،
يعني اليوم إذا ثقافته إنه هيدي القضية ما بتعني له، أو إنه بده يوقف قضية معينة، بيقدر يوقف القضية اللي بده إياها، صارت الشركة لإله. طيب، وبعد استحواذ ماسك على تويتر، خلينا نبقى يعني في الجانب الاقتصادي، تساؤل مهم الذي يثار اليوم ربما، ما هي تداعيات خروج تويتر من البورصة؟ هل الإجابة ربما متعلقة باستراتيجية ماسك؟ هو صراحة كتير ذكي، لأنه وقت اشترى الأسهم تبعيته ورجع دفع كايند أوف غرامة ورفع عليه دعوة، لأنه ما قال أنه اشترى مما سمح له أنه يشتري بعد أسهم زيادة على السعر الواطي، وبس أعلن أنه اشترى صار في أنه علي سهم تويتر وهيك. اليوم سحب تويتر من البورصة وخليه يصير شركة بس لإله، دونك هو قادر يتحكم فيها كلها وقادر يكبرها قد ما بده ويعمل اللي بده إياه تا أنتر جيمي يقدم الشركات الأخرى يلي هي معقول تكون منافسة لإله، وعينه على التويتر إذا بدنا نقول فيرجن تبع ترامب يعني هو عملها، تخيل اسمها تروث سوشيال اي ثينك. فهو بعباله انه يعني يوقف هيدي، بيعتبره المين كومبيتيتور، سو بده كايند اوف العالم ما تفل من تويتر وتروح لهونيك، يضلون عنده. طيب، وكسؤال ختمي استاذ، هل ترى انه الشركه سترى ازدهارا كبيرا، خاصه انه صاحبها او ملكها الجديد اغنى رجل بالعالم؟ العالم هلا، ايلون ماسك وقت راح اشترى بيتكوين، كنا بنحكي عن البيتكوين من 2014 بنقول للناس، بس هو اشترى بيتكوين هيك الناس يلي بتعرف شو هي البيتكوين وما بتعرف راحوا ركضوا اشتروا بيتكوين. هو عمل اكبر صفقه مربحه بالكوكب، وصلها على 70,000، باع على 70,000، رجع اكتشف من بعدها قال انه بتاذي البيئه، انه هي انه كانت تصرف كهرباء اكيد وقت اشتريها، اكيد ما اكتشف هذا الموضوع، عمل كثير مصاري، رجعت العالم باعت معه، يعني اشتريت على العالي، بس هو اعلن انه باعت على الواطي وخسرت مصريتها. في ترند انه اليوم انه بنلحق الكبار شو ما عملوا، وهودا الكبار اوقات يعني ما بيكونوا محقين كثير بحق الناس. فانا برايي اليوم انه اذا اليوم هو بينزل انه فيكم تشتروا قصص بتويتر بدوتش كوين او باي كوين تاني وهيك، العالم رح تروح ورح تشتري، الأغلبية من الناس يعني رح يروحوا ورح يشتروا، وهو رح يستفيد ماديا منه، هنا رح يصير عندهم ثقة انه هذا اغنى واحد بالعالم، انا اكيد هو بيعرف. جون ماري الباشا التقنية المعلومات المختص في التكنولوجيا، كنت معنا مباشرة من لبنان، نشكرك على كل الشروحات التي قدمتها لنا حول العهد الجديد في تويتر بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة مقابل 44 دولارا.